لا انا بتكلم على كل المصريين، وهديكم مثال. انا بتابع السوشيال ميديا جدا يعني، وتعليقات كل الناس، وبجد مثلا حد يقول لك ايه يعني يا كامل يا وزير مش كفايه اسفلت بقى، يقولوا ايه كفايه اسفلت ده اول حاجه تتعمل الاسفلت، شبكه الطرق عشان نوصل لكم وتوصلوا لنا. اتفضل يا كامل. فبلاقي التعليق ده اقول يا عيني الناس اللي بتقول كده عايشه في مناطق ما شافتش اهالينا في كل حته في مصر عايشين ازاي وبيمشوا ازاي والبنيه الاساسيه اللي عندهم اخبارها ايه. احنا كنا بنتكلم نقول عندنا صرف صحي، ولكن الصرف الصحي اللي موجود ده نسبته قد ايه؟ 10% 13%. يعني انا اول ما بدات سالت الدكتور مصطفى عندنا كام في المية؟ انا موقفكم كتير؟ موقفكم مش كده؟ لا صحيح. احنا مبسوطين جدا بوجودك معانا وانا حبسطكم. سعداء جدا. حبسطكم. ربنا يخليك لينا يا فندم. فقالوا 12 13% ساعتها. ساعتها. طب هو اللي قبل مننا كانوا يحلموا ما كانوش عندهم حلم ان هم يعملوهم 100%؟ لا عندهم. وعارفين اقول كده ليه؟ عشان ابدا ابدا تفكروا كويس جدا قبل ما تطلعوا كلمه من لسانكم، لان الكلمه هنتحاسب عليها قدام الناس وقدام التاريخ وقبل ده كله قدام ربنا في يوم، كل كلمه محسوبه بدقه. فخلي بالك ما تقبلش الكلمه وتقول ايه ما هو يعني انا شاطر بقى يعني يا دكتور. انا ايه يا دكتور انا شاطر انا اللي بعمل. لا 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 اللي قبل مننا كانوا عايزين يعملوا بس ما قدروش يعملوا. اللي قبل مننا كانوا عايزين ايه؟ يعملوا. انا بتكلم ما الدكتور مصطفى كان رئيس هيئه المجتمعات مش كده؟ ولا التخطيط العمراني؟ والدكتور عاصم كان زميله صح كده؟ مش كده يا عاصم؟ طيب كنتوا بتحلموا؟ اه. كان نفسكوا؟ اه. طب ما قدرتوش ليه؟ اتفضل استريح. مفيش. مفيش. وكلمة مفيش دي بتخلينا نتكلم في النص الثاني. النص الأولاني اللي احنا حكيناه والأرقام اللي قالها الدكتور مصطفى رغم إن هو يعني سعيد جدا وهو بيقولها وأنا أكيد، بس الرقم ده ولا حاجة. 7 تريليون ولا حاجة؟ أيوه. البلد دي عايزة 70 تريليون. عايزة كم؟ 70 تريليون. ويا رب يخلينا يعلمنا ويفهمنا ان احنا نشوف واللي نشوفه نفهمه. عايزه كام؟ اللي احنا بنعمله هنا في سوهاج 100 وحاجة مليار. طب في كم محافظه؟ في كم محافظه عايزين نعمل فيهم؟ طب هو اللي ناقص قد ايه؟ طب بالمناسبه هو اللي اتعمل تشغيله بكام؟ عملت مكتب بريد الناس اللي هتشتغل فيه هتاخد كام؟ هيتصين بكام؟ مش اتعمل بس، عملت مدرسه كويس، بس المدرسه دي انت عايز تحافظ عليها ولازم تتصين بكام؟ والمدرسين والطاقم العمل اللي فيها ياخد كام؟ عملت مستشفى كويس، بس المستشفى اللي انت عملتها دي هتشتغل بكام؟ كل يوم وكل شهر وكل سنه.